صالح النبي اسال فين يا صالح؟ استنى عشان ترد. ايه؟ اطلع من 8 اخش اجيب ده علي كذا وده علي كذا. زي اللي كريم التمرين. يبقى انا جبت النوت ده، ده شايل كام من 8 وده شايل كام من 8. ساعتها يبقى اللعب سؤال هيلعب في الا لو لا لا في حد هنا ليه يعني صعب؟ ايوه كده انت بتلعب في حد هنا خلي بالك بس عشان تخوف في مكانين يعني هنا 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 اطلع اجيب له الدولوب بتاع التوتا Thank you.
تحلف علينا ولا ايه؟ عندها القيمة بتاعة
الكوندنسنج تمبريتشر يخوفك تخليك توصل للكريستاليزيشن بالراحه كده. انا هنا عندي كوندنسر، هنا عندي جنريتور. وانت مين اللي خايف يحصل فيه كريستاليزيشن يا جماعه؟ بص الناس، بص معايا على الصوره هنا، مين اللي خايف يحصل فيه كريستاليزيشن؟ جنريتور. جنريتور ثلاثه واربعه هم دول فين بريسنج فورمالي تركيزه عالي صح؟ يعني لو ثلاثة وأربعة أمان يبقى أكيد واحد واثنين هيبقوا أمان صح؟ تمام. فهم دول خضار. فلو أنا حبيت ألعب لك بتمبرتشر معينة أقول لك مثلا ركز كده معايا كده، خد المطلوب ده حلو لما تروح. فاين فاين التي كوندنسر، التي كوندنسر اللي عندها هيبدا يحصل كريستاليزيشن. فاين. تاني التي كوندنسر اللي عندها هيحصل كريستاليزيشن. كاني كاني احنا قطعنا الميه كده يا شباب، ها؟ قطعناها عن ضغط 8 تمام؟ وعن القيمه بتاعت ايه؟ بتاعت البريشر بتاعك. فهو بسألك سؤال، هو انت مين اللي اداك البريشر ده؟ الناس معايا على السبوره، مين اللي اداك البريشر ده؟ ده البي سات اللي عند مين؟ اللي عند درجه الكوندنسر. فلو انا وطيت درجه الكوندنسر اروح فين؟ طق 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 هبدا اعمل ايه؟ هتبدا تروح في داهيه، هتبدا تخبط. فبكل بساطه في مساله زي دي انا حابب اعرف ايه هي البي دي واجيب التي المناظره ليها، هي دي المينيمم تمبرتشر اللي عند الكوندنسر اللي ما ينفعش تنزل عندك. معايا؟ او بطريقه ثانيه، او بطريقه ثانيه، لا يا عم خلي التي كوندنسر زي ما هي، انا هلعب في التي بتاعت الجنريتور اللي بيحصل عندها التسخين والتبريد، اللي بيحصل عندها رش الرز، اللي بجيب عندها ريجكت، سميها زي ما انت عايز تسميها. ينفع تنزل لحد كام؟ هي درجه الحراره دي باين الافكت بتاعها فين؟ ها؟ باين الافكت بتاعها هنا تمام؟ هل ممكن اعلي ولا اوطي ولا اعمل ايه بحيث ان انا اخش في الكريستاليزيشن على نفس الكلام. بقول لك ايه الليمت اللي عامل الدرجه دي تدخلك في الكريستاليزيشن. يبقى هنا في سؤال ممكن يجي ببساطه مطلوب اضافي بعد ما حللت المساله وجبت الكونفشن بيرفورمانس. طب قول لي بقى يا باشمهندس فين الليمت بتاع كذا؟ لو انت فاهم الكام كلمه اللي احنا عملناهم، الليمت بتاع الكريستاليزيشن واضح جدا ان يكون متسبب. ها؟ طيب خلي بالك من حاجه، اللي هيصدق لك الكلام ده مين؟ الطب ده. لو جيت في الحته دي في المثلث ده يبقى انت في الكريستاليزيشن. اي حاجه تجيبك بعد الخط ده جميل. او تدخلك جوه المحيط ده تدخلك في الكريستاليزيشن. تمام؟ معايا يا جماعه؟ هو ايه نقطه الجنريتور بال ايه علاقة التي جنريتور بالكريستاليزيشن؟ ما هيش موجودة أصلاً عند الشغل. لا ما هو ده سؤال كويس. التي بتاعة الكوندنسر، التي بتاعة الكوندنسر هي اللي أنت بتجيب منها التي كوندنسر. فبتأثر بشكل غير مباشر. إن كل مثلا ما التي كوندنسر ما تنزل، كل ما التي كوندنسر ده بدل ما 7 4 يبقى 6. دخلك هنا. فاهمني؟ يبقى أنت قطعت جوه المنطقة الممنوعة. فاهم عايز أقول لك إيه؟ ماشي يا جماعة؟ يبقى ده الفكرتين اللي عندنا. اخر ساعه الا ربع تمام؟ هناخد فيها ربع ساعه نتكلم عن شرط النظر بتاع اخر سايكل، ونص ساعه نحل اخر مساله ونقول باي باي وخلاص على كده. الانبساط الشديد جدا ان احنا بنتكلم عنه بقى دلوقتي هو السايكل الثاني. التوأم الثاني لو كنت تفتكروه تمام؟ التوأم الثاني اللي احنا قلناه اللي موجود كوميرشال بنجاح، اللي هو موجود كوميرشال بنجاح. اللي موجود فيه نشاط امونيا ماشيه هنا اهو، امونيا ماشيه هنا اهو، والامونيا دي
هي اللي ماشيه تمام جوه الايفابوريتور تمام بيور امونيا تمام وبعد ما جبنا الامونيا دي وبعد ما جبنا اول ما دخلنا هنا اهو بدانا نحط الامونيا نخلطها بايه بالابسوربر او بالسولفنت بتاعها المزيد بتاعها اللي هو الميه وبعد ما عملنا كده يعني هنا اللي عندك امونيا زائد ايه ميه السوليوشن ده عملناه بامبنج وعادي جدا هنبدا زي الفكره اللي فاتت احنا حاطين له ايه كيو ايه كيو جينيريشن او كيو جينيريتور هنا هي بص ده الموضوع مش زي الليثيوم برومايد الليثيوم برومايد كان فصله عن الميه سهل لكن فصل النشادر عن الميه اصعب فصل الميه عن النشادر اصعب بيحتاج حاجه شبه برج تقطير وفينا ما كنت بكلمكم شويه عن برج تقطير في حلم بيحتاج حاجه شبهها ما بيكتفيش بمجرد ان يكون في جنريتور وبس ده بيكون في حاجتين حاجه اسمها جنريتور بياخد حراره من تحت وحاجه اسمها ديبليميتور ديبليميتور الجي سايلنت ديبليميتور الديبليميتور دوت ببساطه هو جهاز بيابسورب هيت فبيقلل تركيز الميه ويزود تركيز النشادر يعني اللي خارج هنا نشادر تعرفوا يا جماعه الجنريتور لوحده خليكم معايا على السبوره الجنريتور لوحده بيطلع لك التركيز لوحده الجنريتور بيطلع لك التركيز 90% نشادر 10% ميه ال 10% دي كتير لسه تمام فقوم جايبين الدفليميتور يوصل هنا ل 99% نشادر يعني الميه تتقلص تماما نقول كمان ثالث الابسوربشن اللي بتعتمد على النشادر والميه بيستعمل فيها النشادر كريبريجر النشادر هو الريبريجر امونيا هو الريبريجر ان اس 3 بعد كده نقوم نعمله اذابه جوه ميه فيبقى عندك الخليط دوت يتم ضخه بترومبه ثم نعديه على جنريتور لكن الجنريتور لوحده ما يقدرش يجيب لك ما يقدرش يرد لك تاني ها الابزوربشن بتاعك ما يقدرش يرد الامونيا 100% تركيز تاني تقول لي يا عم طب ايه يعني 90% ما هو خير يا عم ونعمه ما هو 90% ده حلو بس مع الوقت لما السايكل دي تقعد شغاله تلاقي ايه؟ لا الكفاءه قليله جدا. فقال لك لازم تضيف حاجه تزود لك نسبه النشادر وتقلل لك نسبه الميه. فلقوا في حاجه اسمها الدفليميتور بيتم انا مش عايز اخش في تفاصيل الدفليميتور هو ايه والا ارسم لكم رسمه ما يعلم بها الا ربنا ونقعد نخش في قصه احنا مش في وقتها دلوقتي. خلينا بس نعرف الطب ان الدفليميتور ببساطه اللي انا عايز تعرفه عنه هو جهاز يقوم بسحب حراره من مخزون النشادر والميه فيزود نسبه النشادر ويخلي الميه تكوندنس وتنزل لتحت. تاني الدفليميتر هو جهاز بيتم سحب حراره منه فيقوم على اسريخ تمام؟ لان على ببساطه شويه على اساس بيقوم الميه اللي دخلاله بنسبه 10% مخلوطه مع النشادر تتكثف وتنزل لتحت ويكمل النشادر بتركيز اعلى السايكل بتاعه. طيب دلوقتي اللي انت الكلام اللي انت قلته ده ورسمنا سايكل لقينا عندك هنا تاني ايفابوريتور وابزوربر وكوندنسر وجنريتور وضاف عليهم كمان معالج اللي اسمه الدفليميتور دوت. تمام؟ خدنا احنا سؤالين نظري وقارنا بين الديب كومبريشن وبين الابزوربشن ورسمة الكوميرشال توين درام ليثيوم برومايد ابزوربشن.
السؤال الثالث والاخير بتاعه قارن بين دايره ليثيوم كروميد ودايره ايه؟ ها؟ دايره ليثيوم كروميد ودايره ايه؟ دايره الامونيا وود. دايره الامونيا وود. تعال مثلا نحط خمس سته اوجه مقارنه مش اكتر من كده. تمام؟ حط خمس سته اوجه مقارنه. ماشي؟ يلا ادي هنا الليثيوم كروميد مع الميه وادي هنا النشادر مع الميه وتعالى اول وجه مقارنه درو ارسم الرسمه موجوده خدناها وخدناها ارسم لي رسمه صغيره كده اهو رسمه صغيره تمام ايه فيها رسمه مبسطه دي ورسمه مبسطه بتاعت الدايره اللي احنا كنا شايفينها من شويه بتاعه الليثيوم كروميد. تاني وجه للمقارنه مين هو الريفريجنت؟ في كل سايكل؟ مين هو الريفريجنت؟ شوف كلام اي نقط. مين هنا الريفريجنت هنا؟ H2O. وهنا مين هنا؟ يا سلام شوف الهبل. طيب رقم ثلاثة. طب مين هو المزيد؟ مين هنا مين هو المزيد ده اللي هو ايه؟ قلنا الميه وهنا السيارة اللي هو الحاجة اللي احنا بنستعملها عشان ندوب. مين هنا السولفنت؟ الحقيقة ان بداية الليثيوم كروميد السولفنت هو برضه اتش 2 وهنا هو اتش 2 غريبة قوي. يعني المية شغالة في بداية الليثيوم كروميد حاجتين شغالة ريفريجرنت تمام وبترمي فيها شوية ملح فتشتغل برضه ايه؟ صلبه. امال ايه لازمه الملح يا عم؟ ملوش لازمه. وانا قلت لك اللازمه الاساسيه للملح ان هو ايه؟ ان هو يعلي درجه البويلنج بتاعت ايه؟ الميه فيخليها لا تتقارب. تمام؟ ايه ده؟ هنا النشادر بدوره عن طريق الميه يو اكيد في الدايره بتاعت الايه؟ طيب السؤال اللي بعده التمبرتشر اللي ممكن اوصلها للتبابويه هل هنا اقدر اوصل تحت الصفر؟ لا لازم ابقى اكبر من الصفر عشان التجمد وافويد الايسنج هنا انا ممكن انزل تحت الصفر الامونيا يقدر ينزل تحت الصفر قلنا ما يقدرش يوصل للكلورو فلورو كاربونز بس ستيل هو يقدر ينزل نيجاتيف 5 نيجاتيف 6 يقدر يوصل بس ما يقدرش يوصل نيجاتيف 20 و 30 طيب السؤال كمان المهم جدا افتكر كده ان خارج السوليوشن اكزيت من الابزوربر تلاقيه هناك السوليوشن اللي كان خارج من الابزوربر كان فيه ميه كتير شويه واللي راجع للابزوربر كان فيه ملح اكتر فكان ده سترونج سوليوشن وهنا ده كان ويك سوليوشن فاكرين الكلام احنا عملنا شويه؟ ده كان هناك. طب هنا بص بقى هنا سوليوشن هنا عندي ميه اعلى شادر هنا عندي ميه كيو اكزيت اوف شادر فيها نسبه نشاط قليله جدا تمام فده هنا ده الويك ليه ويك؟ لانه كله ميه ومعاه نشاط يبقى ويك تمام هنا الميه فيها نشاط اكتر يبقى ده سترونج ودي اللخبطه اللي بتحصل سترونج ولا الويك الويك ولا السترونج تمام ماشي ودي من ضمن اسئله الشفوي المشهور منتشره جدا تمام طيب يبقى السوليوشن بتاع الاكس تمام في حاله الليثيوم كروميد كان ايه؟ كان ويك في حاله هنا كان ايه؟ سترونج والعكس لو احنا خدنا السوليوشن عند الانلي بتاع الابزوربر تمام هتلقى ان هو هنا سترونج وهتلقى هنا ان هو ايه؟ ويك طب الكومبلستي هل هي مين الدايره
هل هي كومبلكس بتاعتها؟ هل هي معقده ولا ابسط؟ مين الدائره الابسط هنا؟ الكومبلكس دي هيترتب عليها على فكره السايز. تمام؟ هنا ما عندكش برج تقطير كبير لان عمليه الفصل سهله في حد ذاتها. تمام؟ فهنا دي سيمبل. طبعا سيمبل مش مقارنه بالبيبر كومبريشن، هي سيمبل مقارنه بايه؟ خلينا نسميها سيمبلر. يعني ابسط منك. دي مور كومبلكس. اكثر تعقيدا. بالتالي لو كان حد يحل يعني كده فيقول لك يعني ايه؟ هي محتاجه ديفليميتور ولا لا؟ دي مش محتاجه ديفليميتور، دي محتاجه ايه؟ ديفليميتور. معايا ولا مش معايا؟ معاك يا ريس. معايا يا شباب؟ ادي كام مصدر مقارنه تعبانين كده ايه؟ يبقى انت عندك كام مصدر مقارنه؟ قلتهم. شوف سؤال بغاية البساطة ما هوش نظري مكعبل بس انت فاهم صح؟ بس انت شغال مش محتاج تحفظ خلاص، بس واحد بتفهم بتكلم نفسك وانت في الامتحان هي ايه؟ هتتعمل كده ولا هتسجل؟ الحقيقة نفس المشكلة اللي موجودة عندنا. احنا عايزين نحل الأزمة بتاعة مين؟ عايزين نحل الأزمة بتاعت إن إحنا ما عندناش مية بيور، ما عندناش مية بيور في الدايرة إلا في حتة صغيرة جدا كلام فاضي اللي هو H2O ده. لكن معظم الدايرة الباقية تمام موجود فيها إيه؟ نشاط. ولو هنا يقولوا لك آه والله، تعالى بقى نحل مشكلة النشاط ده برضه بتشارت تمام؟ فالتشارت ده اللي لو جات لك طبعا مش هيجي لك المسالتين مع بعض في الامتحان، يا هتجي لك مساله الليثيوم برومايد يا هتجي لك مساله مين؟ تمام؟ يا اما هتجي لك مساله الرحم. بكل بساطه اصل انت محتاج لو انت بقى تستنى مش عايز اتفلسف عشان بس ايه انا هقولها مره واحده اللي فاهمها هيفهمها بس ايه بما انك انت عندك كيو اوت زائد يبقى لازم تزود ايه؟ عشان تعمل البالانس ولما يزيد المقام السي بي يحصل لها ايه؟ 99 السي بي بتاعت الدايره دي انا هتبسط المقارنه عشان هي مش ابسوليوت قوي كده يعني مش واضحه قوي يعني تمام؟ بس حقيقة تقريبا بتبقى دي السي او بتاعك اقل من دي سيمبل لكن ميزتها الاساسية هي تحت الصفر. في التأكيد بقى ان انا مش محتاج تحت الصفر الاول زي ما بيقولوا مين؟ يعني الصفر ده الوحيد اللي يوديك للامونيا خاصة ان الامونيا في مشكلة في التسريبات بتاعته والكلام ده كله فاكرين الفيلم اللي هو في فيلم كده كان في ثلاجة بتاع فريد شوقي كمان بيرشوا مشاتل على المنتج نفسه تمام؟ ده ناس كانت بتسرق تمام؟ هو والله يعني هو مغازل بصدام مين وبصدام على الهي انا معا فلاش ولا انا ها؟
ولا يا سيدي انا عارف ليش انا استلفتها من الحاجات دي هنقلها على اي لاب و خلاص وكمان هتيجي الحاجات عليها طب بكره في ثلاث اسئله نظري كانت النهارده ضغطوا المره دي المره اللي فاتت انا مش الاسئله بتاعه المره اللي فاتت تميل للشفوي اكتر من النظري بتاع الامتحان تمام في ثلاث انواع من الاسئله المسائل تمام اللي هم مساله الريفريجريشن زي الشيت زي مسائل الشيت تمام لو ما كنتوا تستهلوش يعني المهم تمام ماشي لكن برضه انا ايه هتعامل باللي انا اعرفه اللي انت مستحقه تمام انا بحاول ارمي لك دلوقتي القصه في دماغك عشان خاطر تكون مستسلم نفسك لان انا عارف ان كنت دخلت على الامتحانات فعندك ثلاث اسئله نظر انا قلتهم غير الرصيد اللي احنا اخذناه المره اللي فاتت في الريفريجريشن هيكون رصيد شفوي اكتر منه فاهمين عايز اقول ايه غير نظري المدريتن احنا قلنا النهارده ثلاث اسئله ثلاث مسائل نظري ثلاث اسئله نظري قلناهم النهارده ايجو واحده تمام الريفريجريشن لا يعني مش غالبا هنجيب منه اسئله نظري بشكل مباشر تمام وعندنا ثلاث اسئله نظري وعندنا ثلاث انواع مسائل نوع مساله اللي هو بتاع المره اللي فاتت اللي هو بتاع شغل الريفريجريشن مسائل من 1 لـ 7 شيء مختلف عن شيء السنه اللي فاتت تمام في بعض التشابه في بعض الحاجات في الاختلاف تمام المتصاعد بشكل معين عشان خاطر ايه يا ريت تحدوا التركيز كده شويه تمام ده نوع مسألة، نوع مسألة الثاني اللي احنا خدناه اسم الكومايد، نوع مسألة الثالث اللي احنا هناخد اكزامبل عليه، يبقى انت عندك ثلاثة وثلاثة، تمام؟ الكوكتيل بتاعه ما يجي ازاي في الامتحان، ربنا يسهل لسه ما عملتش ما فكرتش فيها، حسب ما نقعد مع دكتور احمد ونحل القصة دي، تمام؟ النوع الثالث آخر حاجة بقى لكم، نوع المسألة الثالث هو آخر حاجة بقى، تمام؟ ماشي؟ طبعًا المفروض إن احنا لما بتكلم مع المهندسين أنا بتعامل عنكم انا ما بحبش دايما اتعامل في حته الامتحان كتير بس بما ان الوقت الامتحان قرب فلازم نتكلم عنه انا يهمني اللي يحضر المحاضره دي ان يفهم منها حاجه لحياته هو ممكن تقعد ريكورد عنده مش عايز اقول لك تفرق معاك عن مهندسين كتير بعد كده في حياتك لو انت ركزت وفهمت الكلام اهم من الامتحان والكلام ده بس الامتحان اللي قلنا احنا هنعمل ويتش از لوجيك يعني حاجه كده في الاطار لا هنجيب حاجات يعني هتبقى كلام في الاطار الافكار اللي احنا حتى شويه البرين ستورمنج اللي احنا عملناهم والافكار دي تمام؟ برين ستورمنج يعني الافكار اللي احنا عملناها مفيش فايده مهندسين بقول له برين ستورمنج افتكر في حاجه خدناها هو ده نزل صح؟ مش عارف عن بعد بنفس ترتيب النقط هو مديك هنا
لان الايفابوريتنج بريشر هو هنا يديك ان قيمه الايفابوريتنج بريشر البي بتاع الايفابوريتنج مساله ثلاثه هي عباره عن قيمه 2 بار يديك ان القيمه بتاع البي كوندنسنج هي لكنها بتساوي 13.8 من عشره بار اداك ان درجه حراره الجنريتور هي عباره عن 115 سليزيوس اداك ان دي 3 درجه الحراره بتاع نقطه 3 الهاله عباره عن 3.90 درجه اداك دي 7 عبارة عن 55 درجة اداك ان في قيمة سبكول اداك ان في قيمة سبكول عند النقطة بتاع 9 مع نقطة 8 نقطة 9 مع نقطة 8 ده ان الفرق ما بينهم يا شباب ممكن اعمل ايه نقطة 7 يا شباب الصوت الشباب النقطة ليه؟ إداك إن في خمس درجات سبكول بتحصل إن هو يعني تي 8 ناقص تي 9 بتساوي خمس درجات تي 8 ناقص تي 9 بتساوي خمس درجات يقول لك في سبكول هنا حصل هنا عملت سبكول ما بين 8 فرضت حد 9 قال لك 8 اكبر من 9 خمس درجات يعني حصل خمس درجات سبكول الاول معايا انا قلت لك دايما لما اديك دايما لما اديك المبادر الحراري ده لازم اديك معلومه زياده تمام لازم اديك معلومه ايه زياده تستعملها مع البالانس تجيب الاربع ايه يبقى عندك معلومتين عندك معلومه زياده للدكتور والرابعه تطلع عن طريق بالانس معايا يا جماعه تمام واخر حاجه بيديك خلي بالك بيديك الايفابوريتور هنا بطريقه ذكيه قوي بيقول لك ان الكيو ايفابوريتور هو عباره عن 100 طن تبريد يعني الثلاجه دي يعني لما اقول لك ثلاجه 100 طن سؤال لما اقول لك ثلاجه 100 طن 100 طن ده اي كيو دول انا بستفيد بيه يعني اقول لك 100 طن ريفريجرنت تيجي تلقى طالب في الامتحان ايه يا فين مش عارفين لا لما اوصف لك الثلاجه بحاجه الفايده بتاعت احنا جايين ليه النهارده عشان الامتحان ولما اجي اوصف دي معايا لما اقول دي بتساوي 100 طن بس واحد 100 طن دي عشان تحول من طن لكيلو وزن تضرب 3 5 1 7 او 3 5 2 في ناس تضربها للتقريب 3 5 1 7 او 3 5 2 يطلع لك انك انت عندك 352 كيلو وات دي معلومه كمان جدا عايز ايه كالعاده عايز الكيوهات كالعاده عايز الكيوهات بوينت كل بقى الكيوهات الثانيه من اول الكيو بتاعت ايه بتاعت الجنريتور بتاعت الكوندنسر بتاعت الدفينيتور بتاعت الابزوربر والكوفيشن كوفيشن وقال لك معلومة في النص قال لك معلومة في النص لازم تاخد بالك منها بوينتس 4 و7 و8 و12 ار ساتوريتد تاني بوينت 4 و7 و8 و3 و12 كلهم ايه؟ كلهم ساتوريتد كلهم ايه؟ ساتوريتد نفس
الفكره بتاعت المره اللي فاتت انا محتاج ان انا احدد الانشاد بتاعتي واحدد الايه الام دوت واحدد الام دوت وبالتالي اقدر ان انا احل المساله بكل بساطه. تعالى صب بقى علاقه ليه ممكن تعمل تلت ساعه حل المساله دي خلاص اخر تلت ساعه تمام. اول حاجه نعملها هنا اهو عندنا نقطه 4 تعال خلاص النقط السهله الحلوه دي تمام. نقطه 4 و3 والنقط السهله دي تعال نجيبها الاول لان احنا عارفين هي ساتوريت. نقطه 4 ايه اللي معلوم عندك فيها هي تي 4 تساوي ايه؟ تي 4 انت لسه جايب لي جنريتور اهو صح؟ فالتي 4 هي عباره عن التي بتاعت الجنريتور اللي هي عباره عن كام؟ اللي هي عباره عن 115 درجه. البي 4 هو نفسه عباره عن بي كوندنس. خلي بالك تاني انا باكد على حاجه من ضمن الافتراضات الحالمه المثاليه اللي احنا بنفترضها دايما هنا اهو ان كل المبادرات الحراريه بتاعتي ما بتظهرش حاجه في الضغط. يعني ده ما بيفرقش في الضغط يعني ضغط الكوندنسر هو ضغط ده من التروبه لا من قبل التروبه ايه؟ يعني الحاجه الوحيده اللي بتغير الضغط هنا هو اما التروبه او الايه؟ او الاكسبانشن. ما دون ذلك اي مبادر حراريه تشوف في حياتك طبعا ده كلام نظري لكن عشان ما نعقدش الدنيا تمام؟ فهنا ده عباره عن الـ بتاع الكوندنسر اللي هو عباره عن 13.8 بار. طيب لو انت في تضم هذا الكلام انت عايز تجيب الاكس خلي بالك ان هو قال لك نقطه 4 دي نقطه ساتوريتد اهي نقطه 4 دي نقطه ساتوريتد. نقطه ساتوريتد ايه؟ هو اللي بينزل هنا مش ليكويد معايا ان هو بينزل من هنا صح؟ دي نقطه ساتوريتد ليكويد دي تلاقيها فين؟ قال لك شايف الشورت ده بيبدا هنا الاكس اكسس بتاعه ها زيرو لحد واحد اكس المره دي اكيد شايف بتاع السيمبل ماي الاكس بتاعت الامونيا اكس لما تبقى بواحد يعني 100% امونيا تبقى صفر يعني 100% ماي تمام معايا يا جماعه؟ طيب الواي اكس موجود عليه اتش اللي هي الانفرد معايا؟ ده اللي اتشرد اللي موجود في اخر الصفحه في الايه؟ في الشيت. الخطوط هنا تبدو ان هي خطوط رخمه شويه. بص بقى بص معايا الله يخليك على السطور لما تيجي تتكلم عن الليكويد اتكلم عن الجزء التحتاني هنا كل السكيورتي الليكويد هنا تحت كل الليكويد هنا تحت الفيبور اتكلم عنه فوق ماشي. طيب انا هنا سكيورتي ايه ليكويد النقطه رقم 4 تقاطع مين مع مين؟ تقاطع ضغط تمبو 13.8 بار مع درجه حراره 115. قال لك بص ركز معايا الخطوط اللي بالاحمر دي بتاعت الكونستنت بريشر من بوينت 2 لحد 100 بار والخطوط اللي بالاسود دي بتاعت التمبريتشر من 40 ل 280 تعرف تجيب تقاطع القيمه بتاعت 115 مع 13.8 سهل او جايب تقاطع بتاع ال 13.8 طبعا راسم كده ادي 13.8 وادي من هنا القيمه بتاعت ال 100 وكام؟ ال 115 درجه الحراره بتاعت ال 115 التقاطع ده تنزل تحت دي بتعمل مين؟ دي اكس مين دي؟ اكس 4. السؤال ايه هي العلاقه ما بين اكس 4 واكس مثلا 5 على سبيل المثال تساوي صح؟ طيب خلينا نقول دي اكس 4 قيمتها تقريبا اتشيك عليها 4.5 دي تقريبا هو القانون بتاع الاكس طب ممكن بقى كمان بالمره دي الاتش باشمهندس صور
حاطين ايه؟ اتش. اتش بتساوي صوت مش عايز تخلط لحد اخر المسألة عشان مثلا ما يوصلش. تمام؟ الاتش 4 بتساوي تقريبا 280 كيلو جول كيلو جرام. طب لما نيجي نتكلم عن نقطة 3 لما تيجي نتكلم عن نقطة 3 كلم ان في 3 بتساوي كام؟ 95 يا شباب. طب و في 3 بتساوي كام؟ هي نفسها البي سي احنا اتفقنا ان المبادل الحراري ده ما بيأثرش على الضغط. 3 مختلطة زي 4 زي ايه؟ زي 7 معايا؟ زي 8. وما تنساش ان 3 هي اخرى ساتيوريتد ايه؟ ساتيوريتد ليكويد. ساتيوريتد ايه؟ ليكويد. هو اللي قال كده مش انا. هنقاطع المره دي هنقاطع 93 مع نفس الضغط ده. يعني نفس الضغط ده اللي ماشي ده بس هنقاطعه مع مين؟ مع 93. لما هنقاطعه مع 93 منطقي ان الاكس هيحصل لها ايه؟ اكبر. صح؟ يبقى الاكس 3 طلعت اكس 3 هنا بتساوي تقريبا 0.4.41.42 حاجه زي كده. تاني قول ولا حاجه. دخلت بدرجه الضغط بتاعي اللي انا عارفه الخط اللي انا عامله مسكته في الامتحان سودت عليه ودخلت بدرجه الحراره ده 115 درجه 93 طلعت مين؟ اكس كام؟ 3. سؤال مش الاكس 3 دي ايه علاقتها بالاكس 2 والاكس 1 تساوي صح؟ ماشي؟ لان لا حد حط امونيا ولا حد شال امونيا ولا حد عمل حاجه صح؟ دي اختلافات دي اختلاف انسلطي بس صح يا جماعه؟ طب تعالى دي نقطة واحد بما انك انت بتحكي بقى في النقط السهلة اللي هو بينعمل نقطة واحد اتش 3 هنا هتطلع قيمتها تطلع 180 تقريبا. القيم دي تقريبية لان انا كنت بس شغال بسرعة قوي بسرعة فيها لو قلت لها مثلا ايه بقى ايه مع البتاع يا جماعة خلاص قربنا نخلص دي بقى لحظة عشان هنقدر بعد النقطة دي نخش حاجة أصعب شوية. تمام؟ النقطة رقم واحد هي القيمة بتاع الإكس واحد بتساوي كام؟ مش هي نفسها الإكس تلاتة؟ مش احنا قلنا العلاقة ما بينهم موجودة؟ تمام اللي هي 0.42 ماشي. طب هي البي بتاع نقطة واحد هو عبارة عن البي بتاع مين؟ الفابوريت صح؟ اللي هو بكام؟ 2 بار. اه انت بص بقى شايف نفس الاكس دي وهي نازله هتقاطعها بأنهي خط؟ خط الضغط بتاع مين؟ 2 بار. نفس الشكل نفس الخط بتاع ال 2 بار سام وير موجود هنا اهو قمت قاطعته جبت منه مين؟ الاتش بتاعه. تقريبيا الاتش هنا طلعت بالسالب ومش عيب انها تطلع بالسالب لان الاتش دي اصلا هي عباره عن حاجه دلتا اتش دايما هي اللي تتكلم عليها. تمام؟ طلعت الاتش هنا في سكيل لما تيجي تبص على السكيل عندك تلاقي في صفر وفي تحت الصفر. خلي بالك طلعت الاتش واحد هنا بنيجاتيف 120 تقريبا كيلو جول بالكيلو كيلو جرام. خلصنا النقط السهله هنخش على نقط اصعب شويه. هنخش على نقط اصعب شويه. النقطه يا شباب هو ده حل المساله. تمام؟ النقطة رقم 7. النقطة رقم 7. تعال كده كلمني عن النقطة رقم 7. اه المعلومات اللي عن 7 عندك ايه؟ هي ساتيوريتد صح؟ يا شباب نقطة 7 فين 7؟ 7 ساتيوريتد ليكويد ولا ساتيوريتد ليكويد؟ اه ساتيوريتد ليكويد. هتبدأ نصعب بقى هنا شوية. هو الراجل قال لك ساتيوريتد وزيكويد. تمام؟ ماشي. ده ساتيوريتد بيبر ماشي؟ طب البي 7 مش هو نفسه البي بتاع الكوندنسي؟ ده انا عارفه تمام؟ اللي هو مش عارف 13.8 من 10 ماشي. طيب ركز معايا النقطة دي. والبي 7 بتاعتك كام؟
55 دولار يوم يجي واحد يعك الدنيا ويقوم داخل تمام تحت خلي بالك يعني تحت بتاع ايه ليكويد فانت هتعمل ايه هلا خش فوق تمام بص معايا بص كده على العلم ده بص معايا انت عندك 13.8 ودرجة 55 عادي 13.8 هو ماشي زي القطر تمام ال 55 فين تحت شويه قلنا فوق بس احنا بنتقاسم ده يا ابني احنا بنتقاسم ده على ده 55 وبعدين يا باشا فوق لو انت هنا ليك اطلع فوق حاضر تطلع فوق تلقى في خطوط هنا حزمة وحزمة تخبط انهي حزمة حزمة من بوينت دول 100 وحزمة من بوينت دول 100 نعمل ايه قال لك الحزمة اللي بالازرق دي اوكسيلر جاست تساعدك ما بتعملش حاجة تانية في حياتك تاني انت اشتغلت بيها ساتيوريتد ليكويد وطلعت لما طلعت فوق جبت الضغط بتاعك اللي هو كام 13.8 الاوكسيلري لاينز الكتيره دي هتجيب من البندل دي الخط بتاعك ده تقطعه وتخش يمين وشمال يمين تقطع الخط بتاع ال 13.8 اللي جاي من هنا تنزل تحت ايه هتلاقي الاكس هنا قطب الواحد تلاقي 99 من 100 يعني صورتها